لامتى بننظر على هالحالة هي؟ والله تأخرنا. هو مزوق شو حسب الشغلة هي؟ معك حسين روحي يا تطلع. شد حيلك بمرزوق خليك زلمة شباب ولا بك تعترف بكل شي من أول كان؟ قولي شغلة ليش فيها أشلي؟ الله العليم يا عمي ابو مرزوق، روق شوي وهلا بنعرف شو القصة، طول بالك. أنا شبك أبو بدر؟ أنا بدي روح على بدك تروح على بيت الأدب يعني؟ لك إيه بدي روح على بيت الأدب مصاريني حتقطع. روق شوي يا أبو بدر، في حدا جاي. قولي أنت؟ أنا سيدي والله ما حكيت شيء، كل الليل ترى كنت بدي روح على بيت المي بس خلص مشي الحال. أب ممدوح فيقوا لهذا الاختيار فيقوا. قوم أبو محمود قوم. إيه مين؟ قوم عاوزينك. لك مالك شايف نايم؟ يلا جيبه تعال جيبوا لي إياه هون. وين أخذينه؟ شو بدك منه؟ مو شغلك. يلا لشوف. وين مالك أحمد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلا ما لقوا غير أبو بدر وأبو محمود يحققوا معهم.